السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناة اساطير سارة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الشنطة اللطيفة ديت، علشان كذا حد طلبها مني فقلت اني اعملها لكم. الشنطة دي انا عملتها شنطة اطفال، وممكن كمان بنفس الغرز بس تغيري الالوان، ولو حابة نفس الالوان ممكن تعمليها بخيط سادة للكبار. انا هنا اهو الشنطة دي انا عملتها بخيط صوف، وعملتها بثلاث الوان، هي بقاعدة دائرية، والغرزة بتاعتنا ديت وعملناها بالرباط ده بحيث ان احنا نقدر نلم منه الشنطة بتاعتنا ونجمعها. شنطة سهلة وبسيطة ولذيذة، وألوانها جميلة، وكمان هتفرح كل البنات. تعالوا بقى بينا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا وشرح الشنطة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل علشان يوصلكم كل جديد في القناة. يلا بينا نبدأ الشنطة بتاعتنا. اول حاجة محتاجين ان احنا نعملها، محتاجين نعمل القاعدة بتاعت الشنطة بتاعتنا، والقاعدة دي هتكون قاعدة مدورة. اول حاجة هنعملها مع بعض ان احنا هنعمل عقدة البداية كده، وهنعمل اربع سلاسل، 1 2 3 4، وهنيجي في اول سلسلة ونعمل منزلقة ونرتفع 3 سلاسل اللي هم اول عمود، ونلف الخيط وندخل جوه الحلقة بتاعتنا دي، ونعمل كمان 11 عمود عشان يبقى عندنا 12 عمود كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى احنا كده معانا 2 4 6 8 10 12 عمود. هنيجي عند اول عمود كده، وفي السلسلة رقم 3، 1 2 3، وهعمل منزلقة. تمام كده، ال12 عمود دول انا هرتفع عليهم عواميد تزايد، يعني في كل عمود منهم هعمل عمودين. ازاي بقى هنعمل الموضوع ده؟ اهو انا كده ارتفعت فوق اول سلاسل، هاجي هنا تاني واكرر في نفس الغرزة عمود، يعني ال12 عمود دول هيبقوا 24. هاجي في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود وكمان عمود، وفي الغرزة اللي بعدها عمود وكمان عمود، والغرزة اللي بعدها نفس الموضوع لحد ما خلص السطر بتاعي. بالشكل ده خلص السطر بتاعي، عملت 24 عمود، فوق كل عمود عملت عمودين. هاجي بقى عند العمود الاول اللي هم كانوا 3 سلاسل، وهعمل منزلقة ونبدأ السطر التاني. تدريجة السطر علشان ارتفع الدايرة ازاي؟ اني هاجي في السطر بعد هنا عملنا تزايد في كل 1 2، هاجي بقى في السطر اللي بعده 1 هعمل فيه غرزة واحدة، 1 هعمل فيه غرزتين، 1 هعمل فيه غرزة واحدة، 1 هعمل فيه غرزتين. السطر اللي بعده هعمل غرزة وغرزة وغرزتين، غرزة وغرزة وغرزتين. السطر اللي بعده هيبقى رقم 3، يبقى غرزة وغرزة وغرزة
وتزايد مرة، غرزة وغرزة وغرزة وتزايد مرة. يبقى بعمل في الأول سطر بعد التزايد اللي احنا هنا عملناه، هنعمل غرزة وتزايد، السطر اللي بعده غرزتين وتزايد، السطر اللي بعده 3 غرز وتزايد، السطر اللي بعده 4 غرز وتزايد. تعالوا أوريكم أهو كده، دي أول غرزة مش هعمل فيها تزايد، تاني واحدة هعمل فيها تزايد أهو، 1 2 أهو، الغرزة اللي بعدها 1 بس، الغرزة دي تزايد، وكمل السطر اهو، كملت السطر وقفلت بمنزلقة، وهرتفع السطر اللي بعده، بدل ما كنت بعمل عمود بس واحد، لا هعمل عمودين، وبعد كده اعمل تزايد اهو، شايفين عمود لوحده وعمود لوحده وتزايد اهو، عمود لوحده وعمود لوحده وتزايد. يبقى اذا كل ما بارتفع سطر زيادة بس بزود عمود فردي لوحده، يعني سطر 1 2 3 4 5 وبعمل تزايد، 6 واعمل تزايد، 7 واعمل تزايد، 8 واعمل تزايد، وهكذا لحد ما نعمل الدايرة بتاعتنا او القاعدة اللي احنا عاوزينها صغيرة عاوزينها كبيرة، زي ما احنا حابين نكون عايزين قاعدة الشنطة بتاعتنا. بصوا كده انا عملت القاعدة بتاعتي بالحجم اللي انا عاوزاه، انا مش عاوزة اكبر اكتر من كده، تقريبا انا عملت 9 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في كنت في ال9 سطور دول بعمل تزايد. في السطر بقى اللي بعده ال3 سطور اللي بعد كده انا مش هعمل تزايد خالص اهو، بصوا هرتفع ال3 سلاسل بتوعي اللي هم فوق العمود ده، واشتغل عادي خالص فوق كل عمود عمود، عشان ابدأ ارتفع الشنطة بتاعتي، فانا هشتغل فوق كل عمود عمود كده اهو بدون اي تزايد نهائي، هرتفع كده 3 سطور علشان ابدأ اعمل الغرزة بتاعتي. انا كده عملت السطور اللي انا ما عملتش فيها تزايد اهو، شايفين الشنطة بتاعتي بدأت تطلع لفوق اهي، بدأت تلم، لمت وطلعت لفوق. طيب احنا بقى عايزين نعمل الغرزة بتاعتنا، انا مش هقطع الخيط ده، هجيب لون جديد اهو، وهشتغل بيه الغرزة بتاعتي. انا جايبة اللون البامبي واللون الاصفر ده كمان مع اللون ده، تمام. انا بقى هبدأ الغرزة بتاعتي، مش هقطع الخيط بتاعي ولا حاجة اهو، بصوا بدل ما نقفل السطر بنفس اللون هنقفله باللون الجديد اهو، بصوا هنا اهو ده بداية السطر، بندخل عشان نسحب الخيط ونعمل منزلقة، لا انا هسحب الخيط الجديد بتاعي كده عشان اقفل السطر بيه كده اهو، وهبدأ اشتغل بيه، هرتفع سلسلة كده، وهعدي السلسلة دي كأنها حشو، تمام. هعد غرزة 2 وهاجي في الثالثة واعمل 5 عمود اهو، 1 2 3 4 5، وبعد كده هعد غرزة 2 وفي الثالثة هعمل حشو، وهعد غرزة 2 وفي الثالثة هعمل 5 عمود، 1 2
تلاتة أربعة خمسة، 1 2 حشو، 1 2 5 عمود في رقم 3 اهو، 2 3 4 5، شايفين اهو كده، ده اول سطر من الغرزة بتاعتنا، اني بعمل 5 عمود في عمود واسيب 2 واعمل حشو واسيب 2 واعمل 5 عمود، هكرر لحد نهاية السطر. انا كده خلصت السطر بتاعي اهو كله، هاجي بقى عند الغرزة اللي احنا كنا عاملين عندها الارتفاع دي، وهعمل المنزلقة بس هرتفع بالسطر لون مختلف اهو، هكرر برضو اللون اللبني بتاعي ده او التركواز اهو، هاخد اعمل بيه المنزلقة. تمام، هنا احنا كنا عاملين المروحة ديت وحشو، وحشو، مروحة وحشو، مروحة وحشو. هنيجي بقى عند الحشو ده، هنرتفع كده 3 سلسلة ونعمل ال5 عمود اهو، 2 3 4 5، وهاجي هنا عند المروحة وأعد عمود 2، وفي العمود رقم 3 هعمل حشو، واجي عند الحشو اللي بعده أعمل 5 عمود أهو على طول كده، 2 3 4 5، واجي عند العمود 1 2 في العمود رقم 3 هعمل حشو، وانزل تاني عند الحشو واعمل عمود 5 اهو، 3 4 5 عمود، واجي في المروحة عند العمود رقم 3 واعمل حشو كده. يبقى ده كده السطر التاني اهو من الغرزة بتاعتي. بعد كده السطر اللي بعده بعكس واعمل هنا على الحشو ال5 عمود، وفي النص اعمل الحشو، وبتغيري بقى الالوان اللي نفسك فيها، وبترتبي الالوان زي ما انت عايزة، وبترتفعي الشنطة الارتفاع اللي انت عاوزاه. انا هنا هرتفع الارتفاع بتاعي، هرتفع السطور اللي انا عاوزة اشتغلها علشان نبدأ نقفل الشنطة بتاعتنا ونشوف هنخلصها بأي طريقة. انا كده وصلت للطول اللي انا عاوزاه للشنطة بتاعتي. تمام كده اهو الطول بتاعي، ودي الالوان اللي انا اشتغلتها. بصوا، عملت سطر بينك وسطر تركواز وسطر اصفر وسطر تركواز. كان هنا التركواز ما بين كل سطر والتاني بعمل اللون التركواز، يعني سطر بينك تركواز اصفر تركواز، وعيد تاني بينك تركواز اصفر تركواز، لحد ما وصلت لطول الشنطة اللي انا احباه. وبصوا هنا الخيوط بتاعتي من جوه ما قطعتهاش، كنت مع بداية كل سطر بسحب الخيط اللي انا عاوزاه لفوق، مع بداية كل سطر بسحب الخيط لفوق. تمام اهو كده انا نهيت الشغل بتاعي باللون التركواز. انتي لو انتي عاوزة تعمليها بلون واحد دي حاجة ترجعلك. انا هنا فوق غرزة الحشو وهرتفع 3 سلاسل اهو، اللي هو بداية السطر بتاعي، وعندي هنا في الغرزة بتاعتي 5 عواميد. هشتغل فوق اول عمود كده عمود، وفوق تاني عمود ده هعمل عمود، والتالت برضو هعمل عمود، والرابع عمود، والخامس عمود. هيبقى فاضل عندنا غرزة الحشو
هنشتغل عليها هي كمان غرزة عمود. يبقى احنا بنشتغل على الغرز بتاعتنا كلها عمود، فوق الحشو وفوق العمود كله هنشتغل عمود لحد ما نخلص السطر بتاعنا ونرتفع فوقه كمان 4 أو 5 سطور، بحيث ان احنا نعمل القفلة بتاعت الشنطة بتاعتنا. نكمل بقى السطور بتاعتنا كده. خلاص انا عملت 6 سطور العمود اللي احنا هنرتفع بيهم فوق الشغل بتاعنا. بصوا دول العمود، دول 6 سطور، اما دول تعالوا اعدهم لكم عشان تبقوا واخدين المقاسات بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، دول 15 سطر. غير ان انا هنا كنت القاعدة بتاعتي كنت عاملاها 9 سطور وزودت عليها السطرين اللي احنا ما كناش بنعمل فيهم اي تزايد. كده احنا خلصنا هنا الارتفاع. انا هجيب الخيط البامبي ده لون بقى مختلف عشان ازين بيه بس الطرف بتاع الشنطة بتاعتي من هنا عشان يكون شكلها حلو. وبعد كده هنبتدي نعمل الايدين والرباط بتاع الشنطة بتاعتي. انا هثبت كده الخيط في زاوية من في غرزة من الغرز اهو كده اهو، هعمل سلسلة تمام، وارتفع سلسلة 2 3 4 ماشي. وهاجي في نفس الغرزة بتاعت اللي انا ثبتت فيها السلسلة هعمل كمان 4 عواميد اهو، 2 3 4 عمود، يعني 4 سلسلة و4 عمود. هعد بقى 1 2 3، وهاجي في الغرزة رقم 4 واعمل منزلقة كده، وارتفع تاني 1 2 3 4 سلسلة، واجي في نفس الغرزة واعمل 4 عمود، 1 2 3 4، واعد 3 غرز 1 2 3، واجي في رقم 4 كده واعمل منزلقة وارتفع ال4 سلاسل بتاعتي. بصوا هيطلع لي الشكل ده. هكمل السطر كله ونرجع نكمل مع بعض. وصلت لنهاية السطر اهو، واخر فستونة او اخر غرزة. الغرزة دي انا بسميها فستونة، انا معرفش حد تاني بيسميها نفس الاسم، بتسميها بالاسم ده فعلا ولا لا. اهو 1 2 3 غرز اللي فاضلين، والرابعة اهي اللي احنا كنا بادئين فيها البداية، هنعمل بقى فيها منزلقة وسلسلة النهاية ونقص الخيط بتاعنا كده ونفلت الخيط وننضفه في الغرزة اللي بعدها كده علشان ما يفكش وما يبانش في نفس الوقت اهو. كده انا خلصت الجسم بتاعي كامل اهو. نيجي بقى علشان نعمل الرباط بتاعه. انا هنا عملت خيط، عملته مجوز، يعني عملت الفتلة على اهي الفتلة دي كده، تنيتها مرتين كده اهو، واشتغلت مجموعة سلاسل عشان اعملها الرباط بتاع الشنطة بتاعتي. اهي دي مجموعة السلاسل بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ هاجي في السطر اهو، السطر ده اللي احنا كنا عاملين بيه الشنطة الغرز كلها اللي كان فاصل، هاجي كده ادخل تحت
هعد كام؟ 1 2 3 4، اهو هدخل الابرة واجي من وراهم الاربعة دول كده واسحب السلسلة بتاعتي دي اهو، هدككه، هدكك الرباط بتاعي اهو، دول اربعة، وهاجي من بعد الاربعة دول كمان 1 2 3 4 هفوتهم، واجي هنا كمان 2 4 اهو كده، شايفين من فوق اربعة ومن تحت اربعة، استنوا هفوت دول، هاجي كده بالابرة واسحب، بصوا اهو كده من تحت اربعة ومن فوق اربعة اهو، شايفين؟ هنكملها بقى ونلفها كلها كده بالمنظر ده اهو كده. انا عملت الحبل كله بتاعي لحد ما وصلت الناحية التانية، برضو هنلاقي هنا 2 4 6 8 غرز ما بينهم، مش مهم، المهم ان احنا نكون المسافة اللي ما بين كل واحدة والتانية قصيرة، عشان لما نجمعها كده يكون شكلها لطيف. بصوا انا هنا ده الرباط بتاع الشنطة بتاعتي اهو، بصوا كده، دي كده اهي بقت الشنطة بتاعتي، وده الرباط اللي انا بقفل بيه الشنطة، باجي بقى اربطه كده من قدام اهو، واعمله فيونكة اهو بالشكل ده، ونقص الزيادات، ودي كده الشنطة بتاعتنا، ناقص بس الايد، الايد بس هي اللي عايزة تتركب. انا هعمل الايد ازاي؟ الايد بقى ديت ممكن تعمليها بكذا طريقة، وانا هقول لكم على اسهل طريقة، بما ان ديت شنطة اطفال حتى لو شنطة كبار. احنا هو ده الامام بتاع الشنطة، والايد بتتركب من هنا ومن هنا، تمام؟ هنعمل برضو من التلات الوان دول مثلا ضفاير زي دي، ثلاث سلاسل زي دول مجوز، من كل لون نعمل ثلاث سلسلة مجوز بطول الايد اللي احنا عاوزينها، والثلاثة دول هنضفرهم في الاخر ويبقوا الايد بتاعت الشنطة، ونثبتها بقى في الغرزة دي اهي الصفرة دي، والغرزة الناحية التانية في نص الشنطة بالظبط، بحيث ان هي تبقى متوسطنة في الشنطة بتاعتنا بالظبط. هعملها واجي اثبتها معاكم. عملت الضفيرة بتاعتي اهي، عملت الثلاث سلاسل وربطتهم بعقدة من فوق، وعملت ضفيرة الشعر العادية خالص، وفي الاخر برضو ربطتها اهو من تحت. كل اللي احنا هنعمله ان احنا عاوزين نثبتها في جنب الشنطة بتاعتنا. بصوا هنفردها كده على الاخر اهو كده، وهنيجي بقى، بس هفرغ ده كده عشان تبقى مفتوحة. بصوا احنا هنا عندنا ان احنا هنا عايزين نثبتها، صح كده؟ احنا ممكن نثبتها بالخيط كده، نخيطها، وممكن ندخلها جوه، ندخل الطرفين دول جوه ونربطهم من هنا، ونفس الموضوع من الناحية التانية، وممكن تعمليها بحلقة حديد وتركبيها خلاص. وبكده هتكون الايد بتاعتنا جاهزة بعد ما تعمليها، والشنطة كمان اهي جاهزة. يا رب تكون عجبتكم، والشرح يكون سهل وبسيط. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.